بوكر توب ديفيد. بوكر توب لياد. مالك حبيبي؟ لا ابدا، اصلي ما نمتش كويس الليله. في حاجه؟ تعبان؟ لا كنت بفكر شويه. في حاجه مضايقاك؟ يوسف في الازرع وقرن ظروف منتظريني من ساعه علشان اوقع العقد. ياه، وهو ده بقى اللي شغلك؟ ازاي يعني؟ ازاي هوقع العقد من غير دراسه اقتصاديه؟ حقيقي انا لسه ما خلصتش الدراسه، لكن عندي ليك بقى شويه معلومات ومفاجآت مهمه جدا عن السياحه في اسرائيل. بس لاحظي بقى ان انت اللي محتاجه للمعلومات دي علشان الدراسه. انت مستعجل قوي ليان. انت تعرفي يوسف الازرع اكتر مني.